استاذ لو سمحت تقبل طلبي. ليش؟ ليش لحتى اقبل طلبك وما اقبل غيرك؟ انت بتقربني مثلا؟ بطلب منكم كلكم ترجعوا وتكونوا صبورين، ايه؟ كلكم مرحب فيكم هون وكل واحد فيكم رح ينقبل طلبه بس لعندي بالدور. وعلى فكرة أي واحد بيخبط بالدور ما رح نقبل طلبه. شوي يا شباب. يلا كلكم صبروا لا تدفشوا بعض، مو كلكم بتوقفوا بالدور وبتصبروا لحتى تاخذوا مصاريكم وهون هيك، رح تعملوا نفس الشيء مفهوم؟ يلا صفوا ورا بعض، حلو النظام. النسوان يلا تفضلوا لهون. أنت خلصتي ورائك، مين بعدها مين؟ تفضل. هي صورة مين هي؟ بدك محل؟ تعرف؟ بس 4 أو 5 أشخاص رح ياخدوا محلات هون، رح تنتظر كتير على الفاضي. المحلات الموجودة توزعت، ما رح يطلع لك شي، فهمان؟ ليش؟ أنت موظف هون؟ فيك تساعدني يعني؟ يعني فيك تقول هيك شي. اسمعني، أنا بدي محل بأي تمن. إذا بدك محل بأي تمن، أنا ممكن إني ساعدك. وكيف يعني؟ فيك تدفع؟ طبعاً رح أدفع وبعطيك قد ما بدك، المهم المحل. إيه منيح، عمين مثل ما بقلك بالحرف الواحد. طيب بلكي هربت بالمصاري، أنا كيف رح أوثق فيك؟ شو أنت جديد يعني؟ هيك بتمشي الأمور، بدك شي بدك تدفع بالأول. بس كيف فيني أوثق فيك؟ أنت سويت هالشي من قبل؟ إيه أكيد، أنا أخذت محل بسوق التسوق بسيرسة بطريقة مو شرعية. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.